سببه سعر الدولار، الدولة مش عارفة تسيطر على سعر الدولار. نستورد دهب وبنصدر دهب، في دهب محلي طبعا بيطلع من أسوان ومن كومومبو، ده بيوازي ده، بس السوق بقى فيه ركود علشان الأسعار رفعت زيادة عن اللازم. يعني دهب دلوقتي ب 630 جنيه، الزبون مش مستوعب السعر دوت. واللي بيشتري ذهب مثلا اللي هم المضاربين، يعني الناس بتشتري ذهب عشان تركنه اما يزيد شويه يبيعوه تاني. يعني في تجار بتقع بسبب ارتفاع اسعار الاسعار جامد كده. لو صورت السوق كله ما فيش حد شغال، المحلات كلها لو لفيتي فيها كام مش هتلاقي محل فيه زبون. احنا المشكله عندنا حاليا مش في سعر الذهب عالميا، سعر الذهب عالميا بينزل على الشاشه العالميه. احنا المشكله عندنا في الدولار. تقدر تقولي لي النهارده الدولار سعره كام؟ اليورو 17. لا 17 ويه. المفروض طبعا بعد احترامي للناس المسؤولين المفروض يبقى في سيطره في قوانين على الدولار، اللي بيحيط عدم حاز الدولار في الاونه دي لازم يطلع قرار من رئيس الجمهوريه طبعا بعدم حاز الدولار. الحاجات اللي بنستوردها من بره ملهاش اي لازمه، المفروض دلوقتي تتمنع. الجمارك المشكله كبيره كمان عندنا في الجمارك، الفواتير ما بتخشش مواصلها. الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي كلها المسؤولين عارفينها كويس والشعب عارفها كويس. البلد بتحارب بره وجوه. انا راجل مصدر ومن اكبر المصدرين دهب في مصر اعتبر الحمد لله. يعني احنا بنحارب بره في اسعار الدهب في الدولار اللي داخل البلد. انتوا عارفين اصلا تصدروا كده وانتوا بتشتروا بسعر غالي؟ الدوله فتحنا التصدير. المشكله في حاجه دلوقتي، احنا لو منع التصدير للدهب عشان الدهب ده مثلا سقف او غطى للعمله بتاعتنا والكلام ده، هيسرع عمليات تهريج كبيره قوي للدهب، لان 70% او 80% من الناس اللي بتعمل ازمات الدولار دي عايزه حاجات معينه، حاجات صغيره وفي نفس الوقت ثمنها كبير وتعادل الدولار. الحاجه الوحيده اللي بتعادل الدولار وصغيره الحد حاجتين، الذهب والالماس. احنا طبعا الالماس مش منتشر عندنا، الذهب منتشر. فالمسؤولين متحيرين طبعا، يمنعوا ولا ما يمنعوش؟ الذهب مقام غير كل الحاجات اللي بتصدريه وغير بتصدريه في البلد. ايه الانتاج بتاعنا اللي بنعمله؟ الشعب عمال يطالب مثلا الحكومه بتنزيل الدولار، الشعب عمال طب ده الشعب اشتغل، الشعب كله قاعد مش عامل حاجه، كل يوم الشعب نفسه ابتدى يتاجر في الدولار. انا اتحداكي لو الشعب نفسه الدولار اللي خزنه عنده في البيوت طلع لا يساوي نص الاحتياطي اللي في البنك المركزي. لازم الرئيس يطلع قرارات حازمه لعدم تخزين الدولار. يعني مثلا حيازه الدولار منين؟ يعني يطلع قرار حيازه الدولار منين؟ اللي بيجي يحط دولار، الايداعات الرهيبه اللي بتتحط في البنوك دي لشركات معينه كل يوم، المفروض لما يجي يحطه يتسير على مصدر الدولار ده ايه؟ عشان الدوله تاخد حقها. انت عايز تسيطر على الدولار ازاي؟ لازم الحكومه والشعب يساعدوا الرئيس طبعا.